أعلام عرين الأسود ترفرف في غزة جنبا إلى جنب والأعلام الفلسطينية احتفاء بهذه الحالة الثورية الفريدة. وقفة حاشدة للكتل الطلابية في جامعات القطاع، عبر خلالها المشاركون عن دعمهم للمقاومة في الضفة والقدس، مؤكدين وحدة الأرض والسلاح في وجه الاحتلال. مجتمعون على درب المقاومة، على أن نقول لهذا الاحتلال في اليوم الذي يجري فيه انتخاباته الصهيونية لا مقام لهذا الاحتلال على أرضنا. غزة والضفة واحدة، فنحن نشكل جسد واحد ودم واحد وشعب واحد ومقاومة واحدة، فهنا في غزة عرين الأسود وفي نابلس عرين الأسود. ودعت الكتل الطلابية في غزة نظيراتها في الضفة الغربية لأوسع مشاركة طلابية في الهبة الشعبية ضد الاحتلال. مواقف الفلسطينيين الداعمة لمقاومتهم في الضفة والقدس تأتي في موازاة تشديدهم على رفض وبطلان كل الوعود والقرارات الظالمة التي سلبتهم حقهم في أرضهم. وهنا وبمشاركة نسوية حاشدة، جددت حركة الأحرار تأكيد مواصلة المقاومة حتى إسقاط وعد بلفور المشؤوم، مشددة على حق العودة للاجئين. ندعو المجتمع الدولي بإنصاف الشعب الفلسطيني وإعطائهم أرضها الذي سلبت منه وإخراج هذا الاحتلال، لا سيما أن بريطانيا أعطت هذا الاحتلال الحق في هذه الأرض ولا حق لهذا المحتل على هذه الأرض. المجلس التشريعي في غزة وخلال هذه الجلسة الخاصة لمناسبة الذكرى 105 لوعد بلفور، اعتبر أن هذا الوعد خطيئة تاريخية ولا يستهدف الأرض الفلسطينية فحسب، بل وحدة الأمة وسرقة مقدراتها. أكد على حقنا المشروع في فلسطين، كل فلسطين، في عودة الفلسطيني، كل فلسطيني بغض النظر عن مكان تواجده أو تولده، وأيضا حقنا الكامل في مقدساتنا الإسلامية والمسيحية. وطالب المجلس التشريعي المجتمع الدولي بتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. أحمد غانم، غزة، الميادين.